بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 160 من الكتاب العاشر، كتاب الأذان. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم. يعني يجوز انك انت تقرأ سورتين بعد الفتح في ركعة واحدة، هتقرأ الفتحة وتقرأ مثلا سورة الطارق، وتجيب بعد سورة الطارق تجيب سورة سبح، ما يجراش حاجة. عايز تجيب ثلاث سور كمان جيب. العبرة كلها انك انت تأمن الإطالة على الناس. إن أمنت الإطالة على الناس فلك أن تجمع بين عدة سور في ركعة واحدة. الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، يعني بجزء من سورة يقرأ إيه؟ بخواتيم سورة البقرة في الركعة الأولى، ويجي في الركعة الثانية بخواتيم سورة آل عمران، كل ده جائز. والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة، يعني عدم مراعاة ترتيب ورود السور في المصحف. أقرأ في الركعة الأولى إيه؟ بخواتيم سورة آل عمران، والركعة الثانية خواتيم سورة البقر، ما يجراش حاجة. يعني لا يشترط الترتيب بين السور في الركعات، ولكن يشترط الترتيب في نفس السورة. يعني ما ينفعش اقرا في الركعه الاولى خواتيم سوره البقره والركعه الثانيه اول سوره البقره في نفس السوره، ده اللي ما ينفعش. طب لو عملت كده الصلاه مكروهه وصحيحه، امال ايه التنكيس اللي يبطل الصلاه؟ انك تقرا بالعكس، انك تقرا بالعكس. يعني ايه؟ يعني اجيب الايه الاخيره وبعدين اللي قبل الاخيره وبعدين اللي قبلها واللي قبلها، قراءة بالعكس. هو ده التنكيس اللي يبطل الصلاة. يبقى عندنا تنكيس على مستوى السورة ده لا يضر، تنكيس داخل السورة ده مكروه، تنكيس بالآيات في داخل السورة هو ده اللي يبطل الصلاة. اللي يسموها ايه؟ يقرأ الفتحة من تحت لفوق، هو ده اللي يبطل الصلاة. فهمت انواع التنكيس؟ وبسورة قبل سورة يبقى يجوز. يعني قريت أنا في الركعة الأولى بقول هو الله أحد، والثانية أقول إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما يدرش حاجة. في بعض الناس الجهلة لو الإمام عمل كده بعد الصلاة يوقفوا ويعملوا مع تحقيق، يقولوا لي عملت كده؟ لا، ده جهل، ما قروش البخاري ولا قروا كتب الفقه ولا جلسوا مع العلماء، بس مجرد إشاعة سمعها كده ومش فاهمها، وفهم التنكيس على مستوى السور غلط. التنكيس على مستوى السور جائز برضه في صلاة الفراغ. في أي صلاة ما يجوز في صلاة الفريضة يجوز في النافلة، وما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة. ما احنا بنصلي كما رأينا النبي يصلي. النبي صلى في ركعة واحدة قرأ سورة الفاتحة وآل عمران، وجاب بعد كده المائدة، وبعدين جاب النساء. فهمت؟ يبقى ما يضرش. يبقى مراعاة الترتيب في ترتيب السور على الترتيب المصحف سيدنا عثمان اللي بين ايدينا ده، المصحف العثماني، لا يشترط في الصلاة ولا يكره عدم مراعاة الترتيب. واضح؟ لكن التنكيس اللي مكروه هو انك انت تنكس في السورة الواحدة، يعني ابتدي بآخر سورة البقرة في الركعة الأولى وأول سورة البقرة في الركعة الثانية، كده ما ينفعش. ما ينفعش، لكن الصلاة صحيحة لأنه حكمه مكروه.
لكن امتى تبطل الصلاة؟ لو بعكس الآيات، الآية رقم 7 أقراها الأول، وبعدين الآية رقم 6 أقراها بعدها، وبعدين الآية رقم 5 أقراها بعدها، هو ده اللي يبطل الصلاة، لأنه فيه تلاعب، والتلاعب بالقرآن يبطل الصلاة. فهمت المسألة؟ يبقى هنا بيقول إيه؟ الجمع بين السورتين في الركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة. يعني ممكن تقرا برضو اول السوره وما تتمهاش جزء من اول السوره. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى اخذته سعله. يعني ايه؟ يعني كحه. قالوا ايه؟ نوبه سعال. لما وصل لحد ايه؟ نص سوره المؤمنون، عند قوله ايه قصة سيدنا موسى او ايه قصة سيدنا عيسى او ذكر عيسى، اخذته سعلة فركع وجاب بقية السورة في الركعة التانية. يبقى ممكن تقسم السورة الواحدة على ركعتين. وقرأ عمر في الركعة الاولى ب120 آية من البقرة، يعني ما تمهاش. وفي الثانية بسورة من المثاني، بسورة تانية، ما كملش نفس السورة، بقى نقل على سورة تانية. سورة من المثاني اللي هي سورة ايه؟ سورة اللي بيسموها المئين، المثاني اللي هي المئين، اللي هي زي ايه؟ زي السور اللي بالمئات، زي سورة الكهف، سورة الإسراء، سورة يوسف، سورة الحج، كل دي يسموها ايه؟ المئين أو المثاني. وفي الثانية بسورة من المثاني. يعني مش شرط انك انت جبت جزء من السورة ان الركعة التانية تكمل من نفس ما وقفت، ممكن تجيب سورة تانية خالص. ادي المعنى اللي عايز يقوله لك. يعني انا قريت من سورة البقرة 100 آية في الركعة الاولى، في الركعة التانية ممكن اجيب اي سورة تانية خالص، مش شرط ان انا اكمل من نفس السورة. فهم؟ وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الاحنف بالكهف في الاولى، وفي الثانية بيوسف. اهو ما فيش ترتيب، اهو يوسف في ترتيب القرآن قبل الكهف، مش كده؟ لكن هو جاب الكهف في اول ركعه ويوسف في الثانيه. كل ده جائز، ليس تنكيسا منهي عنه. بالكهف في الاولى وفي الثانيه بيوسف او يونس. وذكر انه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقال ان ايه؟ انه عمل زي ما سيدنا عمر عمل، يعني نسبها الى ايه؟ سيدنا عمر بعد ذلك. وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال، يعني جزء من سورة الأنفال. وفي الثانية بسورة من المفصل، والمفصل يبدأ بالحجرات إلى آخر القرآن، وقيل يبدأ من إيه؟ من قاف، وقيل يبدأ من سورة إيه؟ الفتح، على إيه؟ على 3 أقوال. وفي قول ربعي يقال انه يبدا من سوره القتال كمان، اللي هو سوره محمد. يعني اختلف في بدء المفصل. على المشهور انه يبدا من الحجرات، ده المشهور وخلاص. وقال قتادة في من يقرا سوره واحده في ركعتين. وممكن تيجي في ركعه، في الركعه الاولى تقرا سوره الزلزله، والركعه الثانيه تقرا سوره الزلزله برضه بعد الفتح، ما يضرش. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تكرر نفس السورة اللي قريتها في الركعة الأولى، تقرأ نفس السورة في الركعة الثانية. كل ده جائز، كل ده جائز، واضح؟ أو يردد سورة واحدة في ركعتين. كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. يعني الرجل ده كان يعمل إيه؟ الصحابي ده كان بيأم قومه في مسجد قباء في عصر النبي، فكان يقرا الفاتحه وقل هو الله احد ويجيب اي سوره بعدها،
والركعه الثانيه يقرا الفاتحه وقل هو الله احد ويجيب اي سوره ثانيه. فقالوا له يا تقرا قل هو الله احد بس تكتفي بها، يا اما ما تقراهاش وتقرا السوره الثانيه. قال لهم انا بقى الله دي طريقتي، عجبكم عجبكم مش عجبكم مش هيهمكم. فراحوا قالوا للنبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيساله قال له ليه بتعمل كده؟ قال اني احبها يا رسول الله. قال ان حبك اياها ادخلك الجنه، فاقره النبي. فهمت ازاي؟ فما فيهاش مشكله. وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، أفضلهم يعني أحفظهم قرآنا، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ لأن اللي اقترحوه عليه صح واللي هو بيعمله صح. فهمت ازاي؟ يعني اللي اقترحوه عليه الصحابة التانيين صح برضه انه يدعه ويقرأ السورة خلاص، واللي بيعمله هو برضه صح بدليل النبي أقره، يعني ده صح وده صح. وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني في ركعة واحدة بدأ بالحجرات ختم القرآن، يعني جاب له حوالي ايه 5 أجزاء كده في ركعة واحدة. كانوا مجتهدين الصحابة، أو ربما يكون من عصر التابعي، يبقى تابعي يعني من تلامذة سيدنا أبو مسعود. قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، يعني سرد قراية كده، إيه بتقرأ بسرعة علشان تخلص، إحنا عايزين قراية. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود ما عجبوش، خاف لحسن يكون بيقرأ قراءة يعني إيه سريعة بالهلضمة كده بحيث تبقى الآيات مش باينة. فقال له إيه هذا كهذ الشعر، يعني سردا كسرد الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. سيدنا عبد الله بن مسعود بقى ايه عارف النظائر، يعني كان النبي كان ساعات يجيب سورتين في ركعه واحده ايه يجمعهم مع بعض في ركعه واحده بعد الفتح، كان يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعه، وتفصيلهم جاء في رواية سنن أبي داود، في سنن أبي داود بين التفصيل. يجيب الرحمن والنجم في ركعة مثلا، الرحمن والنجم في ركعة، وبعدين يجي الركعة الثانية يجيب سورة إيه اقتربت والحاق، يعني يقرن بين الرحمن وإيه وبين النجم في ركعة، وبعدين الركعة الثانية يقرن بين سورة اقتربت الساعة اللي هي القمر والحق. كويس. ويجي في ركعة تانية يقرا الذاريات والطور في ركعة، ويجي الركعة اللي بعدها يجيب الواقعة ونون في ركعة، نون اللي هي القلم، ويجيب سأل سائل بعذاب واقع اللي هي سورة المعارج، مش كده؟ يجيب المعارج مع النازعات في ركعة، وبعدين يجيب المطففين وعبس في ركعة. كل الرواية دي بالتفصيل دي جبناها من سنن أبي داود، احنا قرأناها هنا في سنن أبي داود أيما كنا بنقرأ سنن أبي داود. وبعدين يجيب المدثر والمزدمل في ركعة، مع إن المزدمل جاي قبل المدثر في المصحف العثماني، بس ده ترتيب مصحف ابن مسعود، ترتيب مصحف ابن مسعود، فاهم؟ عشان كده كان مرتبه بالترتيب ده، لكن مصحف سيدنا عثمان حط المزمل قبل المدثر، مش كده برضو؟ لا، هو كان يجيب المدثر والمزمل في ركعة، وبعدين يجيب الإنسان والقيامة في ركعة، مع إن القيامة جاية في المصحف العثماني قبل ليه الإنسان، فهمت؟
ويجيب عامة والمرسلات في ركعة، مع ان المرسلات الاول في المصحف العثماني وعامة بعدها. فهمت ازاي؟ يجيب المرسل، دليل ان عدم مراعاة ترتيب السورة شائع بين الصحابة، عدم مراعاة ترتيب السور يعني. وعامة والمرسلات في ركعة، والتكوير والدخان في ركعة. دي كل ده على ايه؟ على تأليف مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني ايه؟ في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية يقرأ بفاتحة الكتاب فقط، ولا يقرأ معها سورة. ده مذهب، ومذهب تاني وفي رواية في مسلم تدل ان النبي كان يقرأ سورة في كل ركعة مع الفتح في الأربع ركعات في صحيح مسلم. يبقى في مذهبان، مذهب انك انت تقرأ الفاتحة وسورة في ركعتين الأوليين، وتخلي السورة في الركعة الأولى أطول من السورة في الركعة الثانية، وبعدين الأخريين تقرأ الفاتحة فقط. وده المذهب المشهور وهو الجديد في مذهب الشافعية. كويس؟ طيب، القديم عند الشافعية وعند الأحناف يقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة مع مراعاة تطويل السورة في الركعة الأولى أو التسوية بين الركعة الأولى والثانية. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. خافت يعني أسر، يبقى خافت يعني أسر، اللي هو ايه؟ ضد الجهر يعني. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته، يعني بحركة فمه. والحديث ده مر في أكثر من موضع. باب إذا أسمع الإمام الآية، يعني احيانا في الصلاه السريه ممكن مع حركه النفس في اثناء القراءه تلقط ايه كده ايه من الامام، تعرف هو بيقرا في سوره ايه بالرغم انها صلاه سريه. ليه؟ لانه مع حركه نفسه مع القراءه ممكن يعلي صوته لحظه في كلمه وكلمتين تقوم تدرك هو بيقرا في سوره ايه. فهمت؟ لا يضر، يعني هذا المعنى لا يضر ان حدث. باب اذا اسمع الامام الايه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. وعن وده اختيار الشافعية، والأحناف اختيارهم يساوي بين الركعة الأولى والثانية في اختيار الأحناف في الراجح عندهم، وإن كان اختيار الشافعية يطول في الركعة الأولى إيه عن الركعة الثانية، لكن الخلاف للسنة أن يأثر في الركعة الأولى ويطول في الثانية، هو ده اللي خلاف السنة. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتأمين، يعني الإمام نفسه يقول آمين والمأمومين يقولوا وراه برضو ومعه آمين. كويس؟ يعني لما الإمام يقول آمين المأمومين يقولوا معاه برضو إيه آمين،
دي الحاجة الوحيدة اللي انت بايه بتوافق الإيمان فيها اللي هو التأمين، الحاجة الوحيدة، إنما غير كده انت بتعمل الحاجة بعد الإيمان. كل الصلاة بعد الإيمان عدا التأمين توافق الإيمان فيه. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء أمنا ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وفي رواية لرجة بالراء، للجة ولرجة يعني صوت مرتفع، تلاقي المسجد كله يقول آمين كده. الأحناف ما عندهمش حكاية الجهر بالتأمين، الأحناف عندهمش حكاية الجهر بالتأمين، يقولوا آمين برضو بس سرا. والمالكية اللي يقول آمين المأمومين والإمام ما يقولش آمين لأنه هو الداعي. الشافعية قالوا ما هو الداعي أولى بالتأمين من غيره، يقول آمين زيهم، إيه المشكلة؟ ما النبي كان بيقول آمين. فيعني فيها تفاصيل في المزايا. فما تروح المغرب الجزائر تلاقي الإمام يقرا الفاتحه ولا الضالين ويسكت والباقيين يقولوا امين، ما فيش مانع ما يا ماشي. لكن لما تيجي هنا في مصر مع الشافعيه تلاقي الامام يقول امين واللي ورا بيقولوا امين وكله شغال بيقول امين، حتى اللي ماشي في الشارع بيقول امين، واخد بالك؟ لكن لما تصلي بالاحناف وتبص تلاقي ايه، يقول لك ولا الضالين ويقولها في السر امين واللي ورا يقولوا امين في السر، فتلاقي كله ساكت. أنا مرة صليت بالناس في كراتشي في باكستان، كنت نزلت قعدت هناك يومين وبعدين عرفوني إن أنا عربي بقى فقدموني أصلي، هم أحناف، فأنا بقى بصلي العشاء ولقيت نفسي أنا الوحيد اللي بقول آمين ولا حد يقول ورايا حاجة خالص. أنا متعود إن أنا بقول آمين كل الجامع يقول آمين معايا، دول ما قالوش يعني قالوا في سرهم يعني. فدي مذاهب يعني ما يضرش، كل دي اسمها ايه مذاهب وما يضرش، ما فيش اشكال، واخد بالك؟ يعني ما تروحش تعملها مشكله يعني. باب جهر الامام بالتامين. وقال عطاء: امين دعاء امن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجه، للجه ولا رجه، تنفع الاثنين والمعنى واحد، يعني صوت مرتفع. وكان ابو هريره ينادي الامام: لا تفتني بآمين. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا، يعني لأن موافقة تأمينك تأمين الملائكة والإمام غفرت ذنوبك، فأدي معنى الخير اللي فيها. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، دل على أن الإمام حيأمنه، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. والمقصود هنا الملائكة الحاضرة للصلاة. باب فضل التأمين. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى كأن ملائكة السماء أيضا بتقول آمين على تأمين الإيه الإمام في الصلوات. وبعدين آمين بمد البدل هكذا صحيح، آمين ومد البدل قال به ورش وهي قراءة متواترة، فلك أن تمدها مرتين تقول آمين، ولك أن تمدها أربع حركات آمين، ولك أن تمدها ست حركات آمين. يبقى لينا في مد البدل ثلاثة أوجه، على إيه؟ على ورش، حركة حركتين أربعة ستة. طب وفي بغير مد؟ آمين
كل ده صح. فهمت ازاي؟ يعني ممكن تقول امين وممكن تقول امين زي ما الناس معتادة كده، لكن اختار الوهابية امين. واخد بالك؟ اختاروا هذا. ليه؟ لانهم ما عندهمش قراءات، ما يعرفش ان ورش بيجيز مد البدل. هو فاهم ان مد البدل ده خطأ. لا، ده صح وده صح. اللي بيعمله الوهابي كده صح، واللي بيعمله برضو التانيين الناس الغير وهابية زي حالتنا برضو صح. فهمت؟ وآمين يعني ايه؟ استجب. معنى آمين يعني ايه؟ يعني استجب. باب جهر المأموم بالتأمين. يبقى حتى المأموم يجهر بالتأمين او خلافا لاختيار مين؟ الأحنف. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وعشان كده المالكية المأمومين يقولوا آمين والإمام بس يقول إيه؟ الفتحة. فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب إذا ركع دون الصف. يعني لو ركع قبل ما يوصل للصف عشان يدرك الركوع، ما هو خايف لحسن لو قرب وإيه وقف في الصف يكون الإمام رفع فتضيع منه الركعة، فقال له أن يركع دون الصف ويمشي راكع. ما يعملش كده، لأن عمل كده الصحابي الرسول قال له لا تعد، يبقى ما يعملش كده. ما تركعش إلا لما توصل للصف، ولا تركع دون الصف لقول النبي زادك الله حرصا ولا تعد. فهمت؟ يبقى عليك انك انت تتقدم الاول حتى ولو كان الامام راكع والناس راكعين لحد ما توصل للصف وتسد الفرجة وبعدين اركع. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. مفيش داعي تعمل جلبة وتقول للامام ان الله مع الصابرين وتعمل زي ما بيعملوا شوية عوام المصريين، يعني استناني يعني. واخد بالك؟ مفيش داعي لهذا برضه، لان انت طالما انت لا تتحرك الا من اجل الصلاة فانت في صلاة، فما تقلقش. باب إذا ركع دون الصف. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن بن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عن الحسن عن أبي بكرة الحسن البصري عن أبي بكرة اللي هو نفيع بن الحارث الصحابي اللي هو ركع وفضل ماشي راكع كده، ده ركع من عند باب الجامع وفضل ماشي ايه مسافة لحد ما وصل للصف، ماشي كتير. فاهم؟ عن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ما قالوش وايه ولا تعد يعني ولا تعد الصلاة، لا قال ولا تعد لمثل هذا. لأن في بعض الناس قالوا ولا تعد يعني ولا تعد الصلاة، يعني كأنه أقره على الحركة. فهمت؟ لما نقول ولا تعد كأنه أقره على الحركة، لكن نقول ولا تعد يعني لا تفعل ذلك مرة أخرى. فهمت؟ ودعا له لأن الذي دفعه للركوع قبل الصف إيه؟ حرص أن يدرك الركعة. فالنبي دعا له لأن نيته كانت كده، قال له زادك الله حرصا ولا تعد إلى مثل هذا، ولكن انتظر حتى تصل للصف ثم اركع مع الراكعين. باب إتمام التكبير في الركوع. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تكبر تقول الله أكبر وهتركع، تقوم تبقى أكبر لما تكون ركعت. مش تقول الله أكبر واقف وبعدين تنحني. لا، تتم التكبيرة مع الركوع. فهمت؟ تقول الله أكبر، يبقى أكبر تيجي مع الانحناء، مع نهاية الانحناء. أدي معنى إتمام التكبير في الركوع.
قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث، وعن أبي قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل اللي هو سيدنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. ليه بقى؟ في خلافة سيدنا عثمان، لما سيدنا عثمان كبر في الأربع خمس سنوات الأخيرة من خلافته كان صوته خفيض في التكبيرات الانتقالية، فكانت الصفوف اللي ورا بتظن انه ما بيكبرش. طب بيتابعوا ازاي؟ بالنظر للصفوف، فاذا انحنوا ينحنوا، اذا رفعوا لكن ما يكونوش يسمعوا التكبيرات الانتقالية، فظنوا ان ما فيش تكبيرات انتقالية، فهمت؟ لكن هي فيه، بس سيدنا عثمان صوته بقى خفيض لانه كبر في السن، بقى قرب الثمانين من عمره، ما كانش فيه ميكروفون، فكان يجي يركع يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هم مش سامعين لان الصفوف كتير، ففاكرين ان مفيش تكبيرات انتقاليه. واستمر الامر على هذا لما جه سيدنا علي بعد كده ام الناس جهر بالتكبيرات، فقالوا ايه ده، فكرنا بصلاه النبي، فهمت؟ لان كان فيها التكبيرات، لان كانوا ايه نسيوها، فهمت؟ عشان كده سيدنا عمران بن حسين لما لقى سيدنا علي جهر بالتكبيرات الانتقاليه بعدما كان سيدنا عثمان يسر لكبر سنه، فهمت ازاي؟ فذكره بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث تاني عشان تفهم. عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام بالبصرة، فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن التكبيرات الانتقالية كلها في الصلاة سنن، تكبيرة الإحرام الوحيدة ركن أو واجب أو فرض، كويس؟ لكن بقية التكبيرات الانتقالية كلها ايه؟ سنن. لو فاتته لا يسجد للسهو، وعند المالكية لو فاتته ثلاث تكبيرات انتقالية يسجد للسهو، ده عند المالكية. والشافعية لو ترى لو فاتته التكبيرات الانتقالية كلها لا يسجد للسهو، لسه فاته الذكر. باب اتمام التكبير في السجود. وكمان لما تيجي تسجد تقول الله أكبر، ترفع من السجود تقول الله أكبر، تسجد تاني تقول الله أكبر، ترفع من السجود تقول الله أكبر، فهمت؟ أدي معنى إتمام التكبير في السجود. وعنه بيقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام أنا وعمران ابن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال حقنا نقول إيه رضي الله عنهما، بس مكتوب هنا عنه، فحقل طبعا جاي يقولوا عنهما عشان ده ابن عباس هو وأبيه صحابي، نقول عنهما، وإن كان كتبنا هنا في طبعة المكنز عنه، فالأولى في الطبعة الجاية نقول لهم يكتبوه عنهما. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. باب التكبير إذا قام من السجود. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة
قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، لأن كل ركعة فيها 5 تكبيرات انتقالية، فأربع ركعات ب20، حط معاه تكبيرة الإحرام 21 وتكبيرة الرفع القيام بعد التشهد الأوسط بقوا 22 تكبير. سهل، فاهم؟ يعني كبر معاه 22 تكبير، لما تيجي تعدها هتلاقيهم كده كل ركعة فيها 5 تكبيرات انتقالية، اللي هي التكبيرة للركوع ادي واحدة، وبعدين تكبيرة للسجدة الأولانية ادي واحدة، وتكبيرة للرفع ادي 2، تكبيرة للسجود 4، تكبيرة للرفع 5، كل ركعة 5 فاربعة 20، تكبيرة الإحرام 21، تكبيرة القيام بعد التشهد الأوسط بقوا 22 تكبير. سهلة خالص، فهمتها بقى؟ طب يبقى المغرب كام؟ هنشيل 5 يتبقى 17 بس، سهلة، شيل 5 بس، شيل ركعة يبقى المغرب 17 تكبير. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله ابن صالح عن الليث ولك الحمد بزيادة واو، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس بتاع التشهد الأوسط. ونقف على باب وضع الأكف على الركب في الركوع غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.